وأخيرا مصر في كأس العالم. أخيرا وأخيرا مصر في كأس العالم بعد 28 سنة ذل بجون كابتن مجدي عبد الغني. أخيرا مصر في كأس العالم، وهي دي الفرحة، هي دي مصر اللي احنا عايزين نشوفها، هي دي الفرحة، هي دي الفرحة اللي في الشوارع، هي دي مصر، هي دي. مستنيينها. صباح الخير. لا، اسمها صلاح الخير. صلاح الخير. بعد كده نقول بقى صلاحيه مباركه عريس. خلاص بقى، هي دي. طبعا يا باشا، الحمد لله ربنا كرمنا وحققنا حلمنا ورايحين كاس العالم. الحمد لله. انت جاي من الاستاد دلوقتي؟ لسه طالع من الاستاد حالا دلوقتي اهو. هي دي المدام؟ دي المدام بتاعتي. هي دي الروح اللي احنا عايزينها، الاسر كلها تنزل الاستاد تاني. انت خدت المدام بتاعتك ورحت الاستاد ليه؟ انا خدت المدام بتاعتي ورحت الاستاد عشان اوصل رساله للعالم كله ان نسواننا حلوه زي نسوان الارجنتين والبرازيل، واحنا جايين وجايين بنسواننا، وهتشوفوا. وانا ببدا بنفسي، وعايز كل راجل يبدا بمراته عشان نوري صوره حلوه للعالم. اللي مراته حلوه يوديها الاستاد، اللي مراته الوحشه يسيبها في المطبخ، ما يطلعها، ما تشوفش برج العرب. وربنا يكرمنا ان شاء الله. يا بيه، لازم نوري العالم ان احنا برضو مراتاتنا مزعج، وانا اسف ان انا بقول كده على مراتي. طيب انا دلوقتي عايز اسالك سؤال مهم قوي. اوصف لي فرحتك بالجون الاولاني كانت عامله ازاي يا باشا. قسما بالله الجون الاولاني لما جه انا من الفرحه ما كنتش عارف انا بعمل ايه. انا هبت دماغي في الكرسي اللي قدامي يا باشا. خدت 18 غرزه في شعري. ومشعري طلع بقى لما دماغي اتفتحت. وانت جاي من الاستاد كل ده؟ يا باشا، ما شاء الله عليك، ما شاء الله، ما شاء الله عليك. اوصف لنا يا مدام فرحتك كانت عامله ازاي وفرحه الاستاد بالجون الاولاني. يا انت مش متخيل اللحظه الكيوت اللي عدت علينا لما شفنا الجون. الناس كلها كانت مبسوطه ومش مصدقه نفسها، ما حدش كان داري باللي بيحصل، لدرجه ان الراجل اللي كان جنبي فضل حاضرني ربع ساعه. لحظات ما تتنسيش والله يا ابني. اللحظات اللي الواحد فعلا طلع بيها من الماتش. اللحظات دي كانت جميله قوي يا استاذ عرف. الله يخليكم. مراتك في حد حضنها ربع ساعه. تعرف الراجل اللي كان حاضن مراتي ده؟ انا كنت حاضن مراته نص ساعه بقى، مش ربع ساعه. لا والله الغبي مراته احلى بكتير. طب تصدق وتؤمن بالله؟ لا اله الا الله. مراته احلى من الجون الاولاني. انا كان نفسي مصر تكسب سته والله. وافضل انا حضنتها برضو في جون الكونغو، لان هي كانت زعلت عشان مصر اتعادلت. انا واخدها في حضني على طول، قلت لها مصر هتكسب ما تقلقيش. ايوه كان نفسي الكونغو تجيب التاني، بس يلا الحمد لله كل مصر تكسب يعني. صح، اهم حاجه المكسب لمصر، اهم حاجه. انت دلوقتي صورك انتشرت كتير قوي على الفيسبوك لما كونغو جابت جون التعادل. انت الشاب الباكي اللي كان بيعيط والناس كلها اتعاطفت معاه على الفيسبوك. أيوة. انت كنت بتعيط عشان الكونغو جابت جون في مصر؟ لا طبعا، مش عشان الكونغو جابت جون التعادل. امال الواد اللي جنبي لما كونغو جابت الجون زعل قوي، قال يا لهوي ريحه عرق وبنت حرام.
عامل كده يعني قنابل مسيله للدموع بقى طالعه. الواد لا دخل الحمام ولا شرب ميه من 2 الظهر في الاستاد. فعايزنا نعمل ايه جنبه بقى؟ يلا حلل. وهو يعني انا كنت بموت منه. يلا بس انا كنت واثق ان مصر هتجيب التاني. الحمد لله وحصل. الحمد لله. الحمد لله. اوصف لنا فرحتك كانت عامله ازاي بالجون التاني. يا ما تتوصفش، انت مش متخيل احنا كنا قاعدين زعلانين ازاي. بس اول ما ترزي ما جه ووقع وجاب البلد احنا كلنا اتبسطنا قوي. في ايه؟ لما ترزي جه ووقع. قصدها تيريزي جه. قال لك الترزي جه. ست بتتكلم في الكورة عايز منها ايه؟ كويس ان هي ما قالتلكش ان الشيف شربيني اللي شاط البلد. دي سلقت بيضتين بعد الجون حضرتك. لا يعني مش خيالها جاي. ست بتتكلم بقى في الكورة. لا هنعمل ايه؟ يعني معلش. طيب دلوقتي مصر الحمد لله هتروح روسيا وكسبت الحمد لله. ان شاء الله الحمد لله روسيا وجمال روسيا. لا قبل ما نروح روسيا انت ما سالتنيش احنا عملنا ايه عشان نحتفل بعد الماتش. عملت ايه طيب عشان انت تحتفل. مش متخيل اول ما الحكم ما ضرب الصفاره وخلاص عرفنا ان احنا صعدنا المونديال. ايوه الراجل اللي جنبي شالني على كتفه قعد يلف بيا الاستاد 3 ساعات. اقول له خلاص يا حسام زهقت، يقول لي لا مصر كسبت لغايه الساعه 12 بالليل. الله يكرمه والله الراجل. هي لقيت مواصلة. في واحد شال مراتك لحد 12 بالليل على كتفه. ما انا خدت مراته على فندق الهيلتون بقى اللي فيه المعسكر بتاع المنتخب. خدت انا اوضه وهي اوضه. طب ليه؟ ما لا ما انا ماليش في حاجه. انت واخدها كده عادي يعني. انا تريح يعني. قلبك طيب. انت دلوقتي هتروح روسيا ان شاء الله؟ ان شاء الله باذن الله رايح روسيا باذن الله. اول حاجه هتعملها ايه اول ما تنزل روسيا؟ هطلع الست دي. تغور بقى بتاعي يا قرفة وده بالك بهزر واشوف بقى روسيا وجمال روسيا وبنات روسيا وحلويات روسيا. ايوه طب اول كلمة هتحب تقولها ايه اول ما تنزل روسيا؟ انا بحبك. على طول؟ على طول. هي دي اهم كلمة واللي هتنجز معاها. طيب انا بحبك بالروسي يعني. أيوة. يا لبلوتي بيا. ايوه هي دي. ايوه انا بقول لك يا لبلوتي بيا. يا دباديبو يا. يا لبلوتي بيا. يا دباديبو يا. أقولها هتقول يا ده بديب. طب تاني كلمة ايه؟ انت جميلة برضو؟ ما انا عارف انا رايح ليه يا بيه. طيب انت جميلة يعني شكرا سيفو يه. ايه؟ شكرا سيفو يه. شلت الرسيفر ليه؟ شكرا سيفو يه. شلت الرسيفر ليه يا بيه؟ مش في ماتش شغال مصر بتلعب. شلت الرسيفر ليه؟ شلت الرسيفر اللي بقولك شكرا سيفو يه. ايوه قولها. شلت الرسيفر ليه؟ هقولها على طول. هتقولها على طول. طيب انت فزت معانا بسبب صورتك اللي كانت منتشرة على الفيسبوك يا دي. رب فزت معانا برحلة عمرة. عمرة أحلى عمرة اللي تبقى في روسيا دي بقى عشان كده. أحلى عمرة تعملها في روسيا. لا روسيا إيه عمرة. عمرة في السعودية. السعودية؟ أيوة. أيوة مبروك يا جرجس. انت ما تعرفش. لا لا. بس انا هدي العمره دي لاخويا وصاحبي محمد اللي ساكن قدامي وحده وطنيه. وهي دي مصر اللي احنا عايزين نشوفها. انت من قناه ايه يا استاذ؟ انا قناه اهي ورينا كده. قناه ايه؟ بي بي سبورت دي. لا بي بي سبورت. بي بي سبورت. بي لا بي بي سبورت. قلت انت مزنوق في القناه ولا حاجه مش عارف تخرج منها ولا هي قناه ضيقه بس شويه. لا ده عادي يا استاذ. هي دي مصر وهي دي الفرحة أعزائي المشاهدين. هي دي مصر. الله يخليك زمر لنا مصر. 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 السلام عليكم. يا جدعان أنا عاوز مخدرات. فين الديلر يا جدعان؟ أنا هكلم الديلر. عميل أنا العزيز، حرصا منا لضمان مستوى الخدمة فهذه الرسالة قد تكون مسجلة. للحشيش الأفغاني اضغط رقم 1، للحشيش اللبناني اضغط رقم 2. 1 لتأكيد الخدمة اضغط رقم 1. 1 لوصول المندوب في الحال اضغط رقم 1. 1 كمان 1 عشان خاطري. 1 انت مين يا عم؟ انا عبد الواحد. السلام عليكم ورحمة الله.
ديلر ولا تي ايدات انت؟ اوعى ايدك كده. اوعى نيله نزل ايدك. تي ايه يا باشا؟ انا عاوز مخدرات. ما انا معايا مخدرات. طب فين يا عم؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام. عايز بكام قول لي؟ حب 200. ب 200 ايه يا حبيبي انت؟ ايه ب 200 ايه؟ ده كان زمان. كان زمان كل حاجه غلت والحشيش مش هيغلى. اقل حاجه بكام طيب؟ 500 جنيه. ماشي هاخدها. ايه يا سجاره ب 500 جنيه؟ سجاره واحده ب 500؟ الحاجه غليت إيه يا جدع؟ الحاجه غليت كتير قوي. خد يا باشا السيجاره اهي. ماشي 500 جنيه. اتفضل. شكرا باشا. يا باشا. اتفضل يا باشا. طب مفيش اي حاجه هديه كده؟ لا حاجه هديه ما عندناش هديه. معلش انا اسف. انت يعني بس حضرتك تمديلي على العقد ده عشان كده هتقبضوا عليا بقى عشان انا هكتب اسمي وكده. لا يا حبيبي ده استلام من انت استلمت البضاعه بس. ماشي يا باشا. ايوه شكرا اهو. ايه ده انت اسمك ايه؟ محمد صلاح. مبروك يا فندم كسبت معانا فرش الحشيش ده هديه. انتوا بتعملوا زي بيتك؟ ايوه يا ولاد الايه؟ انتوا فعلا انت ايوه ماشي امال ايه؟ طب ماشي يا باشا متشكرين. طب انت معاك حشيش تاني؟ لا للاسف معيش. طب انا معايا سيجاره ومعايا فرش. تاخد سيجاره؟ ممكن احتاجها في الطريق فعلا. 1000 جنيه. ايه هو اللي ب 1000 جنيه؟ كل حاجه بتغلى والحشيش مش هيغلى. 1000 جنيه. طب انا مش معايا 1000 جنيه. معاك قد ايه؟ 500 جنيه. هاتهم وخلاص خد السيجاره يلا انا بعمل خير. طب خلاص شكرا. سلام عليكم. ربنا يخليك. انا مش عارف اقول لك ايه صدقني والله. شكرا يا باشا. شكرا شكرا. خد بقول لك ايه؟ تعال اقول لك. انا نسيت اقول لك حاجه. ايه؟ ايه يا معلم؟ ايه؟ ابويا ابويا بس هو شبه حسن الاصلي. في الحسن يا باشا شلتها. ايه هي دي تركيب ولا بجد ولا تهزر معايا ولا ايه؟ لا ما هزرش معاك. هزر معاك ليه؟ استنى يا عشان الظاهر في حاجه غلط. ما فيش حاجه كله تمام. ما هو شغال اهو. في ايه؟ ما فيش حاجه. انت بتزاول نفسك بس. ولا الشعر مضايقه ولا انت أيوة اشتريت منه حاجه؟ يا اشتريت منه. اشتريت له السيجاره ب 500 جنيه. برافو عليك شاطر. مش ب 200 جنيه زي ما انت ما بتبيعها. شاطر يا. والحاجه معاك؟ والفرش معاك؟ لا ما هو اسمه محمد صلاح فاديت له هديه. ايه؟ اديت له هديه. يعني انا لو اسمي سمير كمون هتديني برطمان كمون هديه ولا ايه؟ ايه يابا ده لا طبعا. طب امال ايه؟ ما انا هو كده بقى قلت عايد على الناس. تعيد على الناس؟ يعني لو واحد داخل يشتري منك زيتونه هتدي له بيتزايه؟ ده داخل يجيب منك سيجاره تقوم تدي له الفرش؟ خلاص بقى انت حاسس بغلطك صح؟ هات يا الفرش يا. طيب هات السيجاره. ماشي تعالى هديها لك يا حبيبي. هات يلا السيجاره. خد يا بابا السيجاره بتاعتك اهي. جيم اوفر. ايه ده انتوا بتلعبوا بيا بلاي ستيشن؟ هو كده. اظبط بقى كلامك. ايه اظبط كلامك. استنى انا ما بضربش. ثانيه واحده اصلا. ثانيه. امشي. ايه العيال الشنب ده؟ لا والله العظيم ده بجد. لا مش بجد. والله بجد. والله بجد. والله طب تعالى. ايه حبيبي؟ انا بحب الرقصه دي. بحب والله. بجد ضرب ايوه. اوعى. طيب خلاص ولا عاوز حشيش؟ خد يا خد. ينفع كده؟ طفشته. ما كان هيستكردك وهاخد منك الفرش. لا ما تقلقش يا ما قلقش. ايه انت عين خيبان والله ولا ليك في اي حاجه. يعني انت اللي ليك يابا. ما انت برضه ماشي كده. لا بس بعرف اتكتك لها واحسب لها كويس. احسب. انت ما بتعرفش تحسب. ما اعرفش احسب اصلا. ما بلاكش في الحساب. طب اسالني. اسالك؟ طب 25 بلس 5 سيرت. طب 20 بلس 10 سيرتي برضه. هي ايه دي يابا؟ انت الملائكه بتلعبك؟ ايه لا دي طريقه حساب اسمها المونتيل. طب ما انا بعرف احسب برضه. تحسب ازاي؟ اي حاجه. ماشي 20 بلس 20 سيرتي. شاطر يا. برافو عليك. هي اي حاجه اقول سيرتي هتبقى صح. ماشي. حتى لو هتغني قول ما جابش سيرتي. قول برضه هتنجح برضه. بقول لك ايه؟ قول لي. ولا ايه؟ البضاعه الجديده جايه خلاص على الابواب. اللهم لك الحمد. بجد؟ والله. هنستلم في ايه؟ هنستلم في اخر مكان ممكن حد يتخيله. ولا ناس بتقرب له ولا حكومه تقدر تقرب له ولا اي حد يقدر يقرب له. ده فين ده؟ عند النيش. النيش؟ النيش اللي عندنا في البيت؟ النيش اللي في البيت.
شفت امك لما بنيجي ناخد كاس ولا اي حاجه بتروح مدغدغه الدنيا على دماغنا؟ يقول لك لا مش لا والحاجات دي. احنا بقى هنستلم المخدرات عند النيل في الصاله. ماشي تمام. ما ونبيع المخدرات دي لامي ولا لا؟ هنبيعها بقى للناس. يا اصحى معايا. هنبيعها للناس اللي بره. ماشي تمام. عايزك تركز معايا عشان العمليه كبيره قوي. تمام يوم. ماشي يلا بسرعه. قابلك عند طقم الشيل. يلا يلا قولوا ها. لا دايم إلا الدايم ولا دايم إلا الله. وحدوه عقبال عندكم جميعا. أصل كلنا لها. أنا فرحان صابي الحانوت المعلم الكبير المعلم سعادة. اتفضل يا معلمة. اخبار يا معلم؟ مفيش حد بيموت. هنترمي مين؟ ده حاجه غريبه جدا. انا من يوم ما ورثت المحل ده عن ابويا الله يرحمه انا ما دفنتش غير واحد بس. مين يا معلم؟ ابويا الله يرحمه. وانا برضه يا معلم ما دفنتش غير واحد بس. مين يا ابوك الله يرحمه؟ ما شغال معاك يا معلم. ده انا شفتك يومها وانت متاثر قوي. ما تفكرنيش يا معلم. وعمال بتعيط. ما تفكرنيش. الجزمه بتاعتي ضاعت في التراب وقعدت قلبت عليها الدنيا. انت كنت بتعيط على الجزمه ياض؟ امال عيطت على ابوك يا معلم وابويا؟ جدع ياض، انت لازم يبقى قلبك جامد في الشغلانه دي. ما احنا عايزين بقى نعرف قلبنا جامد ولا لا، يعني احنا لسه ما خدناش التجربه. لا ان شاء الله هنخدها ياض. انا مش فاهم الناس ما بقتش تموت ولا ايه؟ مش عارف. ويقول لك نسبه الوفيات قلت ب 30%. بص الكذب. فين يا عم اللي قلت ب 30%؟ فاكر ايام زمان يا معلم؟ يا فين ايام زمن الموت الجميل؟ ياه. كانت الخطه بتاخد بال 3000. فين الكلام ده؟ خلاص ما خلاص ما المستشفيات يا معلم بقوا يعالجوا الناس. المستشفيات الحديثه ياض والعلاج الحديث، الواحد يخش يبقى خلاص بيموت، يعالجوه ولاد اللذينه. ايه ده؟ ايه الظلم ده يا معلم؟ ظلم. انا عندي فكره يا معلم. ايه؟ نفتح قدام مستشفى المطريه يا معلم. اشمعنى؟ كل اللي بيخش بيخرج ميت منها. يعني الداخل مفقود والخارج مفقود؟ عارف الدكاترة؟ بتموت جوه عادي. حلوة دي. بس أنا طورت نفسي برضو. طورت نفسك يعني إيه يا معلم؟ عملت صفحة على الفيسبوك عشان أجيب زباين. عملت صفحة على الفيسبوك يا معلم؟ لينا إحنا؟ أمال إيه؟ ووقفت كده وسميتها إيه بقى؟ سميتها يا معلم؟ إيه؟ إيه؟ ده اسم الصفحة يا اسمها يا معلم؟ إيه؟ جيب فيها برضو يعني ايه دوت بس يا معلم. ايه دي ممكن تتفهم فرحه؟ ايه ما حدش عارف. لا يا ياض، ما انا كاتبها بالاداء ده. ازاي يا معلم؟ ايه فيها حزن يعني؟ والصفحه ده يا معلم بقى ايه؟ حدش عبرني خالص. فيش غير ناس بس في الهند بعتولي قالوا لي تعالى. حلو يا معلم هنحترف. نشتغل في الهند بقى. هندفن في الهند؟ يبقى مش هنشتغل يا معلم. ليه يا؟ دول بيحرقوا الميتين. ناخد ولعات معانا. هي القصه في الولعات يا معلم؟ ما احنا هنعمل ايه؟ هات لي بقى البتاع على الشيشه واعمل لي حجر حلو. حجر حلو ايه ده؟ انا جايب لك حجر مبصم يا معلم. لا مبصم ايه؟ ده انا ما بشربش غير معسل. ما هو معسل يا معلم، بس بصم لك عليه بقى حاجه هتخلي دماغك اللي والتجلي. يا ده انا ماليش في الكلام ده. ازاي بس يا معلمه؟ ماليش انا في الكلام ده، انا اشرب معسل بس. ما يعتبره معسل بس يا معلم. اعتبره يعني ايه؟ لا انا ماليش في الكلام ده. خد بس سيجار. لا انا عمر اصلا ما بس سيجار ولا احب اصلا. جرب يا معلم. يا ما بحبش يا بس سيجار. ما تجرب يا معلم. يا ما تضغطش عليا. جرب يا معلم.
يا ده اصل انا عمري ما شربت البتاع ده خالص. ما اصل انت يعني واحنا بنشرب كان ايه اللي حصل يعني معلم ولا ما شربناش كان ايه اللي حصل ولا يعني؟ اي حاجه. يبقى لو شربنا ولا اي حاجه. طيب بس انا مش عايز يا يا معلم. ما تشرب يا معلم في ايه؟ ما كل ما المعلم ازاي ورايح جاي المعلم روح ولا بندفن ولا بنتني. اشرب بس يا معلم. يا ادائك ده مغري قوي. مغري ازاي يا معلم؟ لا مش مغري كده، مغري للشرب يا يا معلم. اشرب بقى طالما مغري. ها هو في الاول كده ايه عشان الاستفه حاميه. شفت حلوه ازاي يا معلم؟ دي اسم الصفحة يا معلم. انت بتراجع؟ خد يا دوران. خد اقرا هذه الجرنان كده يا معلم. اقرا. قريت يا معلم. اقرا تاني. قريت كمان يا معلم. اديني الوفيات تكسب يا معلم. يا نهار ابيض. ايه الحق يا معلمه. ايه يا الحق. ايه ما تلحق. الحق ايه يا شفت يا معلم ايه اللي حصل؟ طب ما تلحق. ايه اللي حصل يا بيقول لك يا معلم ان نهايه العالم الاسبوع الجاي. نهايه العالم الاسبوع الجاي؟ ازاي ايه اللي ازاي؟ بقول لك نهايه العالم الاسبوع نهاية الجاي. نهايه العالم كله. شافوا الهلال وقالوا هو شافوا الهلال. ايوه شافوا الهلال وقالوا ده. ايوه مش نصيبه. شافوا الهلال. شافوا الهلال وقالوا يا معلم. بتضحك عليها يا معلم دي مصيبه. بيقول لك في نيزك هيخبط في الارض. في يا معلم نيزك. نيزك. نيزك هيخبط في الارض. نيزك يا معلم بس هو بيقول لك نيزك هيخبط في الارض فهيبقى نهايه العالم. اسمه نيزك يا معلم. عيب يا معلم احنا كبار يا ابني. ما هم اللي كاتبين نيزك. نيزك وما تغرنيش. ايه يا معلم في يا ابني اهو اهو احنا مدفن محترم يا معلم في يا ابني نيزك اهو. ايوه يعني بيقول لك ان في جسم غريب هيخبط في الارض والارض هتسكت له. مش قلت لك الاستفه حلوه يا معلم؟ ما صدقتنيش. يعني نهايه العالم خلاص جايه. يا معلم الناس كلهم هيموتوا. الناس كلها هتموت. بس ياد ده احنا هنشتغل شغل ياد. وادفن وعبي وادفن وعبي. ادفن وعبي ايه بس يا معلم؟ ايه بقول لك نهايه الدنيا كلها. طيب ياد احنا مش حنوتيه ياد. ايوه حنوتيه. خلاص ما نمارس شغلتنا بقى. يعني العالم كله هيضيع اليوم ده وانا وانت هنعمل ايه يعني؟ انت عمرك سمعت عن حنوتي مات؟ لا. طيب ياد هو الحنوتيه ما بتموتوش يعني؟ احنا هاد اللي هنشتغل اقول لك حاجه إيه؟ يوم بتاع نهايه العالم ده نستخبى احنا ها وبعدين نقوم ايه اول ما يخلص نهايه العالم اول ما الدنيا تنتهي نستخبى ونقوم طالعين لهم فجاه. منين بقى؟ من الحته اللي احنا مستخبيين فيها. ايوه يا معلم. وفين بقى الحته اللي احنا مستخبيين فيها لما الدنيا كلها الدنيا مع الكره الارضيه ايه؟ هيجي جسم فضائي نيزك هيجي هيقوم واخد الكره الارضيه كده حاططها في البعيده. البعيده خالص يا معلم. واللي عليها كلهم يتكلوا على الله. ونقوم احنا طالعين بقى من الحته اللي احنا مستخبيين. هو احنا جايين في النيزك؟ احنا في الارض يا معلم مش في النيزك. ما احنا في الارض يا انا مش عارف ايه اللي خلاني اشربك المصطفى دي يا معلم. اغير لك الحجر يا معلم. لا ما خليه اذا كان هو عمل كده اما تغيره يحصل ايه؟ اقول لك على حاجه عايز اشرب من ده على طول. حلو هاد احنا هنشتغل شغل نادي بقى على البضاعه. نشتغل ازاي يا معلم؟ نشتغل ياد بقى. ما هم بقى هيموتوا مين هيحاسبنا؟ اقول لك حاجه ناخد عربون نعربن للناس. مش الخبر ده الناس كلهم عرفوه؟ ايوه يا معلم. خلاص قول لهم بقى عشان بدل ما تتبهدلوا ادونا عربون عشان ما تموتوا نتفنكوا. مقدم يعني يا معلم. ونقول للناس بس لازم الناس تعرف ان نهايه العالم كمان اسبوع عشان يقتنعوا.
يا ما هيبقى نهايه العالم، محدش هيبقى موجود، ده هم كلهم هيتاكلوا. واحنا بقى نطلع من الحته اللي مستخبيين منها. يا يطلع كده، يطلع نادي بقى على الشغل. نادي على الشغل يا معلم. نادي بقى على الشغل. ايه البتاع الكافر ده؟ عايز يموت، ده عايز يموت من غير يموت. الله العي اغني لهم يا معلم. غني. بفتحه ب بندفي نون خسراني نغسل نون خسراني نكفل رضمة روحه روحه طلعت. هنشغل معايا صباح يا يعني احنا بندفي لما هنشغل اقول لك اخصمك. جدع ابن بنكفر جدع يا ياض. يلا نادي على الشغل. ايه ده يا معلم؟ في زبون جاي هناك اهو. ايوه يا عم الزمار. بقول لك ايه يا واد عمي؟ يا عم الزمار، هو صحي فعلا الخبر ده؟ ايه يا بلدينا خبر ايه؟ ان نهايه العالم الاسبوع الجاي. ايوه انت عرفت ده؟ انا توك راجع من المطار حالا، والله ما رضيتش اسافر. اللي جابك؟ ما الدنيا هتبوظ. لا اتفرج على نهايه العالم. ايوه اتفرج بقى وهات لب وانت بتتفرج على نهايه العالم. امال انت مفكر ايه؟ امال ايه؟ ما تعرفش طريق حنوتي؟ ده نجيب له حنوتي منين ده؟ يخرب بيت مصطفى. ايه ايه ده زبون انت الحنوت؟ ايوه انت المعلم. أيوة. سعاده. ايه 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 ده الحنوتي؟ ايوه ازيك يا معلم؟ اهلا وسهلا. احنا بمناسبه نهايه العالم عاملين تخفيضات. ده يعني ندفن بقى ونظبط والكفن والحاجات ب 3000 جنيه. اني ما يهمنيش الفلوس، اني عايز كفن. انت عايز كفن؟ انت عايز كفر يا دوبك ياخدك وتبقى 100 100. ايه يا واد عمي في ايه؟ عايز كفن يكون مجاسي وبعدين يكون الكم واسع وزين عشان اعرف اخرج يد براحتها. وانت تخرج ايدك ليه من جوه الكفن يعني؟ مش بيقول لك يموت الزمار وصوابعه بتلعب؟ يرضيك اموت وصوابعي ما تلعبش؟ لا طبعا نلعب صوابعك. ماشي. وممكن انا بالليل اروح العب معاه. اعمل اللي انت عايزه يا واد عمي. انا لعب ياه اصلا. ماشي يا واد. وخبر تاني والنبي. ايه؟ الخشبه يكون مكتوب عليها من قدام ترجع بالسلامة يا ابو نسمي. هو توك هتكتب على الخشبة بتاعتك ترجع ارجع منين؟ هترجع بالسلامة منين؟ يا نعملها له يا يقول له نكتب له مأوى يعني هيطلع من جوه الخشبة يبص ايه المكتوب بس. يا معلم ما هو صوابعه بتلعب، ممكن دماغه تلعب يخرج يعمل كده يبص. ادي العربون. عينينا ليك، هنعمل لك ان شاء الله خارجه هتفرح بيها، خارجه ترد الروح. ماشي يا معلم. مش هتاخدوا المقاسات؟ خد المقاسات. خدت المقاسات. خد تاني المقاسات. خدت كمان مقاسات. اديني مقاس السنتر. تكسب يا معلم. اتكل انت على الله. طب سلام عليك. دي الطريقه الديجيتال. سلام يا واد عمي. سلام يا بلدينا. سلام عليك. سلامة. هي دي خد يا ادي العربون، هو ده اللي احنا عايزينه. لا 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 ما يصحش كده، ما يصحش خالص. لا 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 ما يصحش. إيه؟ ما يصحش اللي بيحصل ده، ما يصحش ما يصحش. ايه دلوقتي يوديك كده؟ ايه يبقى احنا مقربين على نهايه العالم ولحد دلوقتي ما قلتليش انا هعمل ايه؟ يا ابني انت لو عملت اي دور تبقى دي نهايه العالم يا ابني. اقول لك حاجه، احنا نستخبى عنده. هو ده؟ هو انت ما عندكش دم ليه؟ هو انت هتقول كده بس؟ هو انت بتقبض كل يوم عشان تخش تقول كده؟ يعني ليه اجرك قد اجري؟ ليه؟ مريح دماغه ويجي يقول انا هعمل ايه ويروح. شيك سلام عليكم. انا هعمل ايه؟ شيك ويقوم ايه ده يا معلم؟ على فكره صعب قوي على فكره اللي انا بعمله ده. صعب ايه يا عم؟ يا عم صعب ايه ده؟ لفت نظري فعلا. حرام يا معلم. انت بتعمل ايه؟ ويقول لك عايز حوافز. ايوه حوافز ايه؟ اتسوى بزمايلي، ايه المشكله؟ اتسوى اتسوى
طب اعمل اي حاجه. طب يعني ممكن اغني حل اللقمه اي حاجه. طب هغني حاجه للهضبة عمو دياب. يا اخلص يا حبيبي وانت جنبي تفتكر انا هعمل ايه. يخرب بيتك. لا انا معيش عيش هنا. لا يا سلام. روح اهبط. روح اهبط بالشيك. هتلاقي واقف بالشيك يا ابن المحظوظه. مش قادر يعمل اي حاجه. صدق لفت نظري فعلا. ايوه يا معلم. الواد ده ترافق خلاص يا لا يا ربنا ما جعلنا قطعين ارزاق يا معلم. طيب يلا بقى احنا نشوف شغلنا. ماشي يا معلم. ها نشوف بقى القماش اللي هنجيبه والحاجات ونوضب البضاعه. اجيب قماش وهظبط كل حاجه. وروح انت مشوارك يا معلم وانا هظبط المحل جوه. يلا جدع. يا ماشي يا معلم. يلا سلام عليكم. يا رب صبحنا وربحنا يا رب. يا رب صبحنا وربحنا يا رب. انا زي ما انتوا شايفين كده راجل قهوجي ابا عن جد. القهوه دي كانت زمان بقى كان فيها معلمين كبار كده تجار فاكهه كده وتجار خرده. يخش المعلم من دول يدب 80 حجر قص و20 حجر سلوم. دلوقتي القهوه يا عيني بقى بيجي لها عيال هربانه من ثانوي ويقولوا لو سمحت والنبي في شيشه بلو بيري. لا ولو سمحت ممكن حجر كانتالوب. لا وتخش بنت هربانه من ثانوي وتقول لي بقول لك ايه يا عم والنبي انا عايزه شيشه علكه. طب ردوا انتوا والنبي لحسن الواحد اتخنق من كتر الحاجات دي. ولا واللي يجي يقول لي بعد اذنك والنبي يا حاج ممكن تنفخ لي في الحجر. ليه هو الحجر عينه مطروفه؟ في المعلمين بتوع زمان يا الشيشه القص والشيشه السلوم. ده عارفين سموا الشيشه السلوم دي سلوم ليه؟ عشان تشد الحجر من هنا الدخان يطلع من السلوم. فين ايام زمان؟ انا بقى طردت العيال دي والقهوه زي ما انتوا شايفين بقت بتنش كرسيين وكوبايتين وفتلتين. بس انا ان شاء الله باذن الله ارجع اشغلها تاني. احط بقى الحاجه اهي هنا اهو في نص المكان واخش اسخن الميه. يمكن ربنا يكرمنا بزبون. يا رب زبون من عندك يا رب والنبي يطلب شيشه قص. الو ثواني ثواني اقف في حته فيها نتورك. ايوه استنى انا جاي اهو. ايوه يا مسمسيس ايه الاخبار؟ لا قسطى ايه؟ ايه اللي قسطى؟ انا راجل فاشونيستا قد الدنيا. تقوليني قسطى؟ ايوه انت اللي كنت طالبه الفستان اكس سمول. ايه وزنك 190؟ دخل في الرقبه بس؟ طب اعمليه كوفيه احنا داخلين على برد. اتصرفي يا ست هانا. اوه احنا هنقعد بقى الزباين. الدنيا اتغيرت والله يا على ايام زمان. يا رب ايه ده؟ اللهم لك الحمد والشكر يا رب. اخيرا اخيرا زبون بني ادم يا رب الحمد لله. خد يا ابني تعالى. ايه القرف ده؟ عارف انت شايف ضفدع قاعد على الكرسي. ليه القرف؟ يا رب انا قلت زبون انسان يا رب. ليه تبعت لي حيوان بس يا رب؟ انت بس كل تجيبه يا رب كويس الحمد لله يا رب. مش مهم ده ممكن اشربه يمكن يوم القيامه يدخلني الجنه. يا متخلف. والله انت عامل ان ده زي اي كلب ماشي في الشارع يا رب. معلش ممكن ده بسبب الكلب ده خش الجنه يا رب. اعمل لك ايه؟ عايز ايه يا كلب؟ يهطل انت يا حبيبي. ايه ازاي تكلمني كده؟ ايوه انا اكلمك كده يا معلم كشمير. ايه يا معلم كشمير فين الفواتير؟ خلاص فين الفواتير؟ عايز تدفعنا ضرايب يا ابن ال ليه يا ابني ليه؟ والله ملاقيين ناكل يا حبيبي. والله والله انا دافع ضرايب على الاعلان ده. طيب ماشي ما انا مش قادر اكلمك. يلا يا اهوجي. ايوه يا اهوجي. طب يلا روح ايه؟ روح عايز فوطه زي دي بس تكون عضه الاسد.
يا ولا ما تلم اليوم يا ابني، انت رايق ليه مالك؟ ماشي خلاص يا عم، يلا 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 نجرب بس نشوف لي حاجه اشرب. لا بقول لك ايه، ايه قوم من هنا انت بالذات بقى، ما ينفعش تقعد على القهوه دي. ليه ان شاء الله قاصر؟ لا مش قاصر يا اخويا. امال ايه؟ دي اسمها قهوه الانس مش الجن. اولا دي ما اسمهاش الانس، دي في ضم علام، يعني اسمها قهوه الانيس. طب خليك راجل انيس بقى وروح اقف قدام المحل بتاعك يا ترزي المخرم. ايه ترزي المخرم؟ انا عارف انت مخرم منين يا واد ومش عايز اتكلم. يلا يا مخرم. ماشي ماشي، انا ملاحظ ان انا في شبه ان انت بتطردني. هو انا الصراحه عايز اتف في وشك اصلا، اتكل على الله. الف شكر الف شكر، ولا تحرجني ولا احرجك. انا كرسي القهوه ده ما تعتبوش تاني، خليك كده قاعد ما عندكش ولا زبون بسبب تنكتك دي. مش مهم، اخش اقعد معزز مكرم جوه محلي ولا تهم من واحد زيك. كنت على هنا معلم لحظه كده. عايز ايه؟ هتخش فين؟ اخش جوه محلي. طب لو انت راجل من ظهر راجل خش جوه محلي. ليه بقى؟ لان لو انت عندك قيمه او ليك اي معنى في الفرقه دي كانوا عملوا لك فتح. بص بص كرم ربنا عاملين لي قهوه مفتوحه. يعني اول مره ما عملش دور القهوجي يطلع هو اللي حلو. انا مهزق وجايبين لي مريالة نظيفه وجايبين لي، لكن انت كانوا بيجيبوا لك حاجات من التنة، كنا بنقرف من ريحتك ومش عايزين نتكلم. بص بص يا راجل السهل والعادي ان يبقى لك فتحه تخش منها ما فيهوش اي انبهار. اه انا مش ده مقفول؟ ايوه هخش المحل. اوعى لحظه كده، هي الحاجه الوحيده اللي تعدي من هنا الصراصير واللي براس. اتفرج انا اخش جوه المحل عندم فيك، والله ما اعدي اليوم واخش جوه المحل. لا خد بقول لك تعالى بس ما تسيبني اخش. لا ما انا بس عايز اقول لك قبل ما تخش عشان بس انا كبرت في دماغي. تخش من المحل مش تخش من الجنب وتقول لي انا كده دخلت المحل وفي باب من ورا. انت بتصغرني قدام الناس؟ لا انا ما انا عشره عمر يا دي. طب ايه رايك اخش جوه المحل وهطلع لك من جوه؟ مستحيل. انا بتاع المستحيل. هي كبرت والله. انت ماشي خلاص، هو عند انت هتصغرني مش هصغر. ماشي خلاص. ماشي عم احمد جهز لي منشار يا عم احمد. وسع استاذ اشرف بعد اذنك بيصغرني قدام الناس. هدفع انا ثمن الديكور اللي هيبوظ. وسع يا ريس اهو. جوه المحل انت مستخبين كلنا هنا عشان نهايه العالم لما تيجي هنخرج من هنا كلنا من هنا. شوف محل اهو وليه بلكونه قمر اهو، كل الناس جوه. وانتوا بتسقفوا له ليه؟ حرام عليكم والله، حسستوا انه حاجه. طب اكسر لك الازاز اللي هنا ده؟ ايوه. اقول لك همشي لك لاخر الشارع ده. انا همشي هموت واعرف الناس اللي جوه بيخرجوا ازاي. ليه بنعذبهم والله؟ بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ احنا انت صعبت عليا، انت من بكره ترجع للقهوجي تاني يا ابني. اه والله. وانا اعمل انا ترزي المخرم وهخرم لي حته اخش منها وخلاص. فين ايام عندك واحد يا احلى ايام. احلى ايام ما انت لا هترجع لاصلك قريب. طب يلا يلا روح اعمل لي حاجه اشربها. ماشي. لا بقول لك ايه، خلاص هزرنا مع بعض. لا اما انا بقول لك بقى نتكلم في الجد. عايز ايه يا سيدي؟ انت ما ينفعش اعمل لك حاجه لانك ما بتدفعش ولا مليم. يا سيدي مسيرك هتتزنق في بنطلون ولا قميص وهتجيل؟ لا بقى انت بالذات مستحيل اتزنق لك. ليه ان شاء الله؟ فاكر اخر بيجامه عملتها لي؟ مالها؟ في بيجامه في الدنيا فيها جف في القفا؟ ما هو ده التجديد، ده القفا ده بيشيل كتير قوي اليومين دول. انت هتعمل لي الريس ستاموني؟ بقول لك ايه؟ هظبطك والله. انا هعمل لك يمكن يمكن احتاج لك. ماشي. طب يلا بس ايه اعمل لي حاجه. طب تتفرج على ايه؟ جاب لك اسهال كده يا معلم. معلم انت ايه اللي بتتفرج عليه بيخليك تحفر في الارض كده؟ اها ده جيمز جديد اسمه الحفار. ماشي. ده ايه الجيمز المقرف اللي بتباس ده يا معلم؟ لا مش الجيمز، مش الموبايل ده نعمه اهو. بتبوس النعمة؟ طب بقول لك ايه يا معلم؟ طب اعمل لك ايه تشربه؟ انت بتنفخ للجيمز هو. ايه الجيمز اللي بيتنفخ له ده يا معلم؟ يا باشا ايه ايه؟ تشرب ايه؟ جنزبيل. جنزبيل ماشي. وسقط فيه جمبري. شفت هو فين ايه؟ ده بيكلمك انت.
هو انا اللي بنفخ وانا اللي انا مش محتاج جمبري الحمد لله. طب بقول لك ايه يا باشا، انا هروح اعمل لك مش عارف ايه الجمز اللي محتاج جمبري ده، راح اشوف انا هعمل لك بقى جنزبيل. انت بتتفرج على افلام قليله الادب يا معلم كشمير؟ لا 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 واتسو يا غبي، معلم كشمير بيتفرج على افلام قليله الادب يا متخلف، وات صوتك يا حبيبي، دي مش افلام قليله الادب، دي مقاطع ساخنه والله ما مكمله 50 ثانيه، ما بلحقش اتعرف على شكل البطله، بس كل ما تيجي حاجه مهمه يجيبوا اعلان ولاد لذين. ايه ده؟ لا بقول لك ايه، هات يا معلم اما اشوف ايه القرف اللي انت لا 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 خلاص، عشان اهل منطقتنا ما ينفعش يتفرجوا على حاجه زي دي غير لما انا اشوفها الاول. ما فيهاش حاجه يا سيدي. ايه ده ايه ده؟ لا استنى، ايه ده؟ فيلم عربي يا معلم. ايه هو ليك في العربي؟ لا مدبلج هو. ماشي استنى، بس انا مدمن عربي في بالك بجد. استنى بقى، طب اقفله وخلاص. لا لا استنى، ما نعرف اصل انا حافظ الافلام ده، ممكن اقول لك اسم البطله. اصبر بقى. ماشي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده يا معلم؟ ايه ده؟ القهوة عندك من جوه؟ انا ما عنديش قهوة، انا عندي محل. ده المحل عندك من جوه؟ ايه ده؟ هما صوروا حاجة عندي؟ ما اعرفش والله. انت بتصور الستات وهي بتغار في المحل يا معلم؟ يا جماعة وات صوتك. المعلم كشمير بيصور الستات وهي بتغار في محل الجلد المخرم. لا يا ده سوء تفاهم يا متخلف. سوء تفاهم ايه؟ ده كاميرات المراقبة بتصور الخزنة، فمصادفة الستات بيتحروا في البروفة طلعوا غاروا عند الخزنة، فالكاميرا لقطتهم فأنا كنت بمسحهم. اوعى لا تمسحهم، ايه؟ دول أهل منطقتنا، أنا اللي همسحهم. حاضر امسحهم. أنت بتعمل إيه؟ أنت بتعمل إيه يا حبيبي؟ سيبني بقى عشان الست دي انا عارفها كويس، لازم امسحها. حلو يا حبيبي، بيتمسحوا بزرار هنا. بزرار. ده انا كنت فاكره تاتش. لا تاتش، يلا بس ماشي خلاص، همسح واحده واحده. طب اقول لك حاجه ضمانا، انا همسح الصور من عندك وابعتها عندي، وامسحها من عندي اضمن. كده اضمن يعني؟ كده اضمن. ماشي، ولو ما تمسحتش من عندك ابعتها لي تاني، همسحها من هشوفها عين الاول. ماشي بس امسح واحده واحده. ما تمسحش دي. ليه؟ صوره الخزنه باينه بس، عشان لو عزناها في جرد ولا حاجه انت فاهم تبقى موجود. ماشي حاضر. ايه امسح اللي بعدها؟ خلي دي همسح. لا استنى، دي ما تتمسحش. ليه ده؟ ايه الرجلين البيضة القمر دي يا معلم؟ بجد وريني وانا اقول لك مين دي. لا لا استنى، انا هعرف، انا حافظ كل رجلين المنطقه. ما قول لي بس ايه الرجلين. لا استنى، نطلع على الوش كده شوف ده وش مين. مين ده؟ انا. انت مصورني عريان ولا بغار البيجامه؟ ده كان نوع من انواع الفضول والله. فضول ايه يا معلم؟ ده وانا بلبس البيجامه وسايبها على الله، تروح مصورني وكل ده في دماغي، عمال اقول ليه تجيب ورا ليه تجيب ورا. اتاريك يا معلم انت مش فاهم، بس هتلاقيك بس كنت عند الخزنه برضو واتحريت ولا لا؟ انا كنت بغار في البروف، انا متاكد من اليوم ده. ده كان يوم ايه ده؟ كان يوم الاربع اللي فات. يوم الاربع نقلنا الخزنه جوه البروفه، انت حظك جيت في ايام الترويق بس. لا بقول لك ايه، انا هفضحك في المنطقه كلها يا معلم. لا ابوس ايدك. صورني وانا عريان. همسح كل ده بس هعمل لك اللي انت عايزه. هتعمل لي اللي انا عايزه؟ اللي انت عايزه. تعمل لي بدله فرح. اذا انت فرحك قرب يوم الثلاث الجاي يا راجل، ودي محتاجه زله، ده انا اعمله لك من غير اي حاجه. ماشي. هتتجوز مين يا سيدي؟ هتجوز البت عبير. مين البت عبير؟ ما انت اللي عامل فستانها. ما انا بعمل فساتين ناس كتير، اعرفها منين؟ هات الموبايل صورتها عندك يا ولد. ايه ده مشتركه معانا هنا؟ لا لها البوم بسم الله ما شاء الله بنت اللذينه. لا وريها انها جت تقيس كتير. لا وريها. لا بس قمر الله اكبر. بص لا وانت كمان مصور من زوايا حلوه. ايه ده؟ هي دي؟ ايوه هي دي الوحيده اللي كانت عارفه انها بتتصور دي، وقالت لي نزل عادي انا كده كده خطيبي نطع. هي قالت كده. لا انا ما بحبش ازعلها، اصل انا بحبها قوي. لا ده المنطقه كلها بتحبها والله. ان شاء الله. هي قالت لي نازله بحاجه قريب، هتنزل عندك الاول ولا هتبعتها لنا؟ لا لا ان شاء الله خليني طب اشوف الاول الدنيا وبعد كده بقول لك. خلاص حبيبي. ماشي يا سيدي، هعمل لك بدله فرح تليق عليها، بدله نمائيه خليك برنس في البدله. انا عايز بقى احس ان انا يعني جورجي قرداحي. هعملك جورجي قرداحي. ماشي يا معلم. تعالى بقى نرفع المقاسات، اخد مقاساتك واظبط لك. لا ثانيه واحده يا معلم. ايه؟ ترفع مقاساتي فين؟ جوه المحل؟ انت حاطط الخزنه فين؟ لا ما انا بعتها نهايه العالم قربت، الواحد تاب يا ابني. بعت الخزنه خلاص يعني غير براحتي. تعالى بعتها واشتريت مكانها كاميرا قد كده بتجيب ادق التفاصيل. تعالى اعزائي المستمعين، اعزائي المشاهدين، مين ها هي الان تقترب نهايه العالم، نهايه العالم الذي سينهار فيه العالم كله. انت بتلعب في الريموت. ها هي اقتربنا من نهايه العالم، ونازلين النهارده عشان نسأل الناس ايه الأسباب اللي ممكن تكون أدت إلى
نهاية العالم فنازلين نشوف الناس ونقابلها. انت اتخضيت بجد؟ انا اتخضيت والله بجد. اقول لك ليه بقى؟ لان اصلا والله اتخضيت بجد وحكيت بالله. اصل هو شكله من قريب مرعب فتكلبك الدنيا والله. والله ومن بعيد والله فعلا. فالحمد لله يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام. برنامج كلام من ده؟ لا كلام من ده لا، برنامج نازلين نستضيف الناس. تستضيفوا الناس في الشارع؟ اه طبعا ماشي. انا مهم، هو ده مجرد سابقه واجي، انا راجل فاشونيستا كبير هنا. اهلا وسهلا بحضرتك. أهلاً بحضرتك. احنا نازلين عشان نسال الناس عن اسباب نهايه العالم، لان بيقولوا ان الكره الارضيه هيخبط فيها نيزك. طب ما ده حاجه حلوه يخبط فيها. على فكره انا ابن عمتي ما كانش بيشوف لحد ما عمل النيزك دي تحفه. فتخيل لما يخبط في الكره الارضيه كلنا هنشوف. يعني ايه الضرر في النزل؟ لا ده احنا مشكلتنا بنفتي من غير ما نعرف الاسباب. مش احسن ما نركب عدسات لاصقه؟ اه النزل ده شيء مفضل. هنركب للكوكب عدسه لاصقه حسب بقى مقاس المشكله ان طرف الكوكب يمسك. بص هو موضوع هبقى احكيه لك بعدين. تمام. انا معلش انا اسف يعني جدا. هو زميلي ممكن يكون بيقول اي كلام. بس انا حضرتك تقدر تسالني في اي اسئله علميه. انا في المنطقه مسميني العالم. بجد والله؟ حضرتك العالم في ايه؟ العالم والله قد ايه يا بيه ده فتايه. قد ايه بقى؟ لا قد ايه ده؟ قد ايه يا جدع؟ اساله سال. طيب ايه السبب وراء نهايه العالم؟ اقدر اقول لك بكل بساطه ان السبب وراء نهايه العالم ان في كوكب هيخبط في كوكب الارض. صح، انا سمعت وكاله ناسا فعلا اعلنت. ايه الكوكب اللي هيخبط في كوكب الارض؟ ما تلومش نفسك، انت اللي بتسال حمار. في حد يسال اهواجي على علم الكواكب؟ مش موضوع علم إيه؟ الكواكب. علم الكواكب ده علم. بص حضرتك تعالى اتفضل هيك. انا ايوه انا سيبك يا ريت توضح لي تشرح لي، انت شكلك مثقل عنه في العلم. يعني بص حضرتك، هو قال نص الكلام صح. هو فعلا في كوكب هيخبط في كوكب الارض، بس ده كوكب ايه؟ مفيش حاجه اسمها ليبتون بقى والهبل اللي هو بيقوله ده. ما خدناهوش ليبتون. ايه هو اللي هيخبط؟ هو كوكب المشترك. كوكب ايه؟ المشترك اسمه امال اسمه ايه؟ المشترك. لا ما هو ده بقى سوء فهم عند ناس. هو اسمه المشترك وده ليه سبب علمي. ايه هو بقى؟ كوكب الارض بالليل بيبقى ضلمه. ايوه. بالنهار بينور. ايوه. بيجيب النور منين؟ منين؟ فيشه من المشترك. افهم الدنيا بقى ماشيه ازاي. ام كوكب الارض لا، الفاتوره بتيجي غاليه غير بتيجي على الزباله وموضوع. ايوه. فقال لي المشترك انا مش دافع. المشترك قال له مش دافع، اهي الفيشه. قام شال له الفيشه. ما سكتش بقى كوكب الارض. ايوه. قام جاب كوكب مين؟ إيه؟ خمن انت بقى، جاب كوكب مين؟ مين؟ بلوتو. جابوا يعينوا حراسه عشان لو كوكب مشترك عمل مشكله. بلوتو؟ اصل بلوتو جيرمان احلى كواكب تربيها. لا انت ما تعرفش الولده بتاع بلوتو بتتباع بكام؟ الولده ده إيه؟ بص ده موضوع علمي. المهم ملخص الموضوع ان كوكب المشترك وكوكب الارض هيحكوا مع بعض. قال لك لما يحصل الاحتكاك يزيد قوي. أيوة. قوي ما يعالجوش غير للمرهم للمضاد الحيوي. انا مره لبست شراب اسبوع بعيد عنك، قعدت احك هنا احك هنا من كتر الحكه بقى وندوني في الشارع. ايه يا عم الحك؟ ايه يا عم الحك؟ من ساعتها بفتي في اي حاجه. والله اعلم، والله ولي التوفيق. هي الله اعلم دي اللي هتنجيك من جهنم بسبب الفتي اللي انت بتقوله ده. حضرتك راجع ورايا علم الكواكب وعلم معروف. علم كواكب وايه؟ روح للبيه، روح للبيه بيقول لك. شكلكم مش عارفين اي حاجه. انا هسال سؤال فيصل، هل تعرفوا عن الفلك حاجه ولا لا؟ فلك؟ اه انا اصلا طول عمري بتضرب بالفلك، فتلاقيني في الفلك مميز جدا. فتاية بيه فتاية. طب أيوة تمام. أيوة. انا اسالكم، اسالني في الفلك. ايه السبب وراء كسوف القمر؟ كلمتين حلوين. بكل بساطه انا ممكن افتي واقول موضوع كبير، بس هو اي كلمتين حلوين يكسفوا القمر. انت تخش على القمر يا قمر، يروح القمر عامل كده فاهم، ويروح مشبك دول مش عارف ليه كانه فكده، يروح مكسوف فيا القمر اتكسف. فالأمر اتكسب. بس انا مكسوف ان انا في لقاء زي ده. انا راجل مكاني في قنوات ناشونال جيوغرافيك يجيبوني وانا باكل يقول لك شوف سبحان الله. بجد انا مستاء حضرتك والله. متخيلك والله. فش عيك طالع يقول لك كوكب ليبتون، وناس يقول لك اعمل لك كوكب باللبن وحاجات. لا 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 لا، انسان مريض ده فكريا. ماشي خليه هو دول ليهم قناتهم واحنا لينا قنواتنا. اللي هي ايه بقى؟ ده ما السلطعون. مش انتوا تبع السلطعون. مش هرد حضرتك غير في برامج تحترم الموهبه اللي قدامك. خليه احنا نقدر نتكلم. انا اقدر اتكلم في الفلك، هو يتكلم في البهايم، ونقدر. مالك قاعدين بتفضل انتوا الاثنين دول؟ العالم بينتهي خلاص. هنموت. طب اهدى. هنموت.
خلاص ايه ده؟ طب في علامه في جسمك نعرفك بيها؟ طب اخر مره ماما سابتك فين؟ عند بتاع الطماطم ولا فين؟ ما تعيطش. طب بقول لك ان الحاج سيد المؤذن ينده عليك. ما تقلقش. طب ثانيه، طب انت عارف شكل ماما؟ لو كده ممكن نشوف الموبايل، اكيد ماما موجوده في السوق. موبايل ايه؟ اكيد ماما هنا. اكيد ده ماما. ايوه لا انا في قسم عامله للامهات هنا حضرتك. ايوه ده اكيد. تعالى بس. طب اقول لك حاجه، ده اكيد ماما بطلت الفيلم. تعالى بس، تعالى تعالى اعمل لك البدله كمان يا سيدي. يا رب انا جبت اخي بقى، يا رب ارحمني. الخدامه بتاعتي الجربانه اللي اسمها ايه على طول سايباني، انا مش فاهمه هي فين. انت يا خدامه يا جربانه يا حيوانه يا اللي اسمك ايه، تعالي هنا. مش جاي. تعالي بدل ما اقسم بالله اجي اجيبك من شعرك. ايه؟ طب مفيش جواز؟ لا لا اموريني يا ست الكل. عايزه ايه؟ العربيه وانا كنت نازله وراكي. حصل ديل الجيبه قفل عليه باب العربيه، فانا ماشيه السواق قاعد يكلكس لي وبيقول لي يا مدام انت جاره العربيه في ديلك. ديل ايه وعربيه ايه في وسط احنا في حزن؟ ايه حزن؟ احنا في مصيبه سودا جايه. في ايه؟ نهايه العالم قربت يا ماما. ايه نهايه العالم قربت يا ماما؟ ده زبادي جديد نازل ولا ايه؟ انت بتهزري، دي مصيبه. عارفه يعني ايه نهايه العالم؟ لا انت متخيله يعني ايه نهايه العالم؟ ايه مصيبه. إيه؟ نهايه العالم يعني مفيش فيسبوك، مفيش انستجرام، مفيش سناب شات، مفيش وش الكلب. انت متخيله؟ انت مفيش خشه في قلبك، مفيش تقوى. هو ده اللي همك نهايه العالم يعني مفيش انستجرام ومفيش وش الكلب؟ طبعا يا ست هانم، نهايه العالم يعني مفيش رز، مفيش لحمه، مفيش فراخ، مفيش مكرونه بولونيز، مفيش كيكه. لا اسمها كيك بجد، انت بيها قوي، انا مش مصدقه. طب يا ست هانم ايه السبب اللي يعني هيحصل في نهايه العالم ده؟ بيقولوا ان في جسم ضخم لايك انه مثلا قدك شويه هيخبط في الكره الارضيه، هيجيبنا كلنا شمال وهنتفعس ونموت كلنا. انت متاكده من الكلام ده؟ انا سامعه احمد موسى بودني بيقولها. طب ما حلها بسيط وموجود. حل ايه يا متخلفه؟ بقول لك هيجيبنا شمال كده. ما هو هينزل شمال قافلنا يمين، فنعمل توازن للكره. طب ما تهزريش في الموضوع ده، عشان انا سمعت ان نهايه العالم جايه من فوق قوي. ايه لواء؟ يا بنتي لواء ايه جاي من فوق فوق؟ عارفه طبقه الاوزون؟ اتخرمت. ايه ده؟ طبقه الاوزون اتخرمت؟ يعني ايه ده؟ بيقولوا لنا ان هي تيوبلس، ايه الكلام ده؟ يا بنتي بصي، المهم لما طبقه الاوزون اتخرمت دخل منها اشعه ليلا. ايه لا لا ثواني، ايه ليلا بقى؟ إيه بصي الليلا دي اللي هي فوق البنفسجيه بشويه. هقول لك عارفه اللون اللي لو لبستيه على دريس جولد وهيلز اسود وحلق فوشيا وانه مثلا لميتي شعرك كده هيبقى لايق قوي؟ هو فعلا زيت دابر امله بيطول الشعر وبيمنع التقصيف؟ يعني ايه يا حبيبتي؟ ما انا حاسه ان حاجه قابلت التجميل امينه مشبك دي ولا مش عارف اسمها ايه. طب بصي انا لقيت الحل خلاص. انا إيه؟ نهايه العالم هتخلص من هنا وانا همد اسبوع بعدها من هنا. يا ست انا احنا في مصيف، ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ بصي يا بنتي انا بابي مسيطر قوي. بابي يعرف الناس اللي ماسكين ايفنت نهايه العالم، اوكي؟ فانه انا دلوقتي لما نهايه، فاكره زمان ايام الساحل لما كان الساحل بيقفل والدنيا كانت بتبقى برد؟ بابي كان بيفتح لي الساحل مخصوص 10 ايام. ايه؟ وكان بيفتح لي مارينا 4 اشتري منها اللي انا عايزاه كله. ايه ده؟ ايه رايك بقى ان بابي كان بيخلي لي الجو حر عشان انزل البحر؟ جو حر؟ ده هري اللي انت بتقوليه ده. انت بتتريقي؟ يا بنتي بابي مسيطر قوي بس عشان انت هتخليني هبكي من جوه. ليه انت عيطتي ليه؟ طب في ايه مالك بس يا ماما؟ يعني انت ابوك كان بيفتح لك الساحل ويخلي لك الجو حر؟ والله انا ابويا لما كان بيوديني جنينه الحيوان يقول لي يلا يا بنت اعملي فيل عشان اخش مجانا. هو كان بيخش ازاي؟ بيعمل قرد ويخش ورايا. ايه؟ الراجل يحدف له موزه ويقول خش يا حاج. طب ما تعيطيش خلاص، بس احنا دلوقتي لازم نروح بسرعه نشتري كريمات عشان نعمل ماسكات، لان الاشعه لما هتدخل هتخلي وشك قبيح. اجلي اجلي؟ اجلي من هنا ولا من هنا؟ ما تهزريش والنبي، احنا لازم نفكر. طب هنعمل ايه؟ انا جات لي فكره. ايه؟ بصي انا سمعت ان نهايه العالم دي للبشر. فانا جات لي فكره ان انا اتنكر في حماره بحيث ان هم اليوم ده لما يشوفوني يقولوا لي ايه ده انت حماره؟ عدي انت بقى تتنكري في ايه؟ انا مش محتاجه اتنكر، انا اول ما يشوفوني هعمل لهم هيعدوني على طول. مش محتاجه. وحدوه. لا اله الا الله.
دي صفحتنا على الفيسبوك. ايه ده ايه ده ايه ده، انتوا مين على فكره؟ انتوا ازاي تكلمونا كده؟ لا احنا بس عشان نهايه العالم قربت وبناخد المقاسات بدري. خدت المقاسات؟ خدت المقاسات. خد تاني المقاسات. خدت كمان مقاسات. اديني مقاس الحاجات. معلش بس يا ابله. لا لا يا كده كده يا ابني، دي عايزه موتوسيكل وتلف حواليها. عايزه اكستنشن يا ابني، مش هيكمل. مش جاي. خد خد خد. خد ده. ايوه عاملها كأرض زراعية. شوفها كم فدان يا ابني. ها كتفي 15 فدان ودراع. ده كم إيراد؟ استصلاح زراعي. شوف زرعة ايه فوق دي. ممكن نسفلت الدراع ده، نديله هيئه الحاجات بتاعت ال. خدت المقاسات؟ خدت المقاسات يا معلم. خد تاني المقاسات. خدت المقاسات. اديني مقاس الدماغ. الدماغ الجبهه، في ناس على الجبهه يا ريس. في عساكر تقريبا هم اللي بيبقوا على الجبهه. ايه ده؟ ايه درموشك؟ درموشي. ممكن استظلها بيها. لانها درموشك لوحدك. رموشي لوحدي ايه أنا بس؟ انا رموش بتدوبني. انت تعالى خد اقول لك حاجه. انت تعالى. هو عادي السحب. لا تعالى يا ابني، ما تروحش عند البراميل يا يا راجل. اقول لك يا معلم، بقى تقريبا نهايه العالم حصلت، لان في جسم غريب برتطم بيه. جسم غريب ايه؟ ارتطمت بيه. ارتطمت؟ هو جسم جيلاتيني ملبني، لان لما دخلت برد على طول، ما بيمتصش يا معلم. لا خلي بالك. خد بس هنا، تعالى اقول لك. نعم. انت مالك واقف بعيد كده ليه؟ ما توقفني جنبك يا طيعم. تعالى. ايه؟ تعالى. اوعى تروح يا. معلش بقى يا معلم. تعالى. يا معلم. انا شايف نهاية العالم من هنا. في اخر نهاية العالم وبعد كده الهاوية. كله باين. دي مش هينفع نكفنها. امال دي هنكفنها ازاي ده يا معلم؟ ما ينفعش دي. ايه يا معلم؟ دي نزقها بقى كده وخلاص. صح، هنشيلها ازاي؟ هنشيلها ازاي؟ القماش دي هنجيب لها قماش يكفي منين يا معلم؟ هنجيب قماش من ايه؟ مفيش. هنعمل ايه؟ شوف تاجر القماش ارميه معاها بقى وخلاص. يعني نرمي معاها الطوب. يا مش انت ازاي بتتكلم كده؟ هو انا مفيش حاجه شداني فيك ولا ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده سلك يا معلم. لا دي سلك. ده دي الجنريتور نفسه. ايوه ممكن. عامله اسلاك تليفوناتها معلم في شعرها ومقطعه كل حاجه. بص اتصرف انت معاها. ماشي يا معلم. خد انت المقاسات براحتك وشوف اي عربون. دي انا هدفنها بايد انا دي يا معلم. ده انا هدفنها. ده خيال علمي. ماشي يا معلم. اتصرف انت. شوف الغلبانه اللي قاعده هناك دي برضه اتصرف. ماشي. لا دي هنحطها معاها على البيعه. يعني هندفن دي ونحط دي على الوش كده وخلاص. بصبعنا كده يعني، نحط دي وبصبعنا كده نشوف. نعم. يا لهوي. انا الحانوتي اللي جارك هنا. ما انا عارفه. اي حد اتقتل عندكم انا موجود. يا راجل بس بقى. ايه مالك؟ ايدك حنينه قوي. جدا. ما انا عارف. جدا جدا ايدك حنينه قوي، وانا مبسوط جدا ان انا اتعرفت عليكي. انت اسمك ايه؟ تعمل ايه؟ عايزه اربطها. مش عايزه. انت اسمك ايه بقى؟ على فكره عيب انا واقفه انا والست هانم لوحدينا. الله ايه ده؟ الله. بس ايه ده؟ الله. بس عيب. حبيتك قوي. وانا كمان. انا في التابوت جوه. ماشي. التابوت جوه، لو اي حاجه افتح عليا التابوت. ما تخافيش. ماشي. ماشي. يلا 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 يلا. باي باي. حلوه قوي. مين دول؟ انا عارفه. ايه ده؟ يلا نمشي. تعالى تعالى يا عريس الليله وكل ليله. خش لي بقى دخلة عرض ازياء. يلا فرجني ومتعني.
احلى حاجه تشوف شغلك وهو طالع للنور. يا زي ما احنا شايفين بيعرض لنا دلوقتي طقم الهبله. ادينا لفه، ايه رايك؟ لا ما تندمجش قوي عشان ما يتقطعش بس. لا انا كده عريس. ايه اللي عريس ده؟ انت كده عريس ونص. امال انا ليه حاسس ان انا غطاس مجاري؟ يعني ما غطاس المجاري مالوش نفسي يبقى عريس. بس لك في التفاصيل كلمني. لا لا مية مية. انا بس في حاجه بسيطه بس إيه؟ يعني حابب اسال عليها. ايه دي؟ والله هموت واعرف. هي تقريبا دي الفيونكه بتاعت التورته بتاعت سبوع امي حاجه كده. انا مش فاكر بس لقيتها لايقه مع الطقم. ايه رايك بس في الطقم؟ لا بس هي لايقه. بقول لك ايه باشا. هو هو انا حاسس ان انا كده يعني بصراحه اخش اقدر اتجوز وانا مطمن. خش على اي ناس واتفرج على الاحترام اللي هيقابلوك بيه. يعني دي مع اي بنت تجيب الطقم ده؟ اي بنت ده لو مع اي كلبه. اسمع بس امشي بس بجد والله اتدلع بيه. طب تعالى نجرب الطقم ده مع البنتين دول. انت فاكرهم بنات؟ امال ايه؟ مش بنات يا غبي. ايه ده؟ النظريه اللي لسه حكيها. اه كوكب الارض اهو وجنبه المشترك هم مع بعض. اه اتفرج بس هتفرج على النظريه دلوقتي. استنى حاسب كوكب الارض جاي. كوكب الارض جاي علينا. ابعد ابعد. شوفي الشباب القمر. كوكب الارض خباك عشان هو بيلف حوالين الكواكب مجموعه. اهو بص كده هيحصل ليل هنا. بس اصحى اصحى اصحى. ايه ده يعني كده عدى يوم؟ يعني احنا يعني احنا السبت؟ يا انا كان ورايا حاجات الجمعه دي. الجمعه خلص. لا وانت واقف ترغي. يوم ايه ده؟ الاربع فصول عدوا هنا. حاسس بس عشان كوكب الارض جاي. ايه يا اساتذه مالكم عمالين بتشاوروا علينا ليه؟ ايه ده هو هيك مش كوكب الارض؟ كوكب الارض ايه اللي انت بتقوله ده؟ عمالين بتشاوروا علينا ليه؟ في ايه؟ بس يا عم ده كمين. ده الكمين. ده ايه ده؟ مش كمين معانا حاجاتنا معانا رخصنا ومعانا كل حاجه. ايه ده؟ حاسب بركان بركان. كوكب الارض غدار. اسمع مني حضرتك عاملين معامله ان احنا كواكب صغيره. طب اقول لكم على حل حلو. أوه. انا والهاني واقفين لوحدينا ما تسقطونا. ايه ده؟ ده عرض بمناسبه نهايه العالم. عرض ايه؟ بنسلي نفسنا. ايه اللي بتقول لك ما تشوتونا؟ ما نشقطهم يا عمي نبنا ثواب. مش كفايه ان انا واقف جنبك؟ يلا نكمل. بقول لك ايه، الناس اللي هناك دي عايزين يشقطونا، هتختاري مين؟ انا ما اقدرش اختار غير واحد بس. سامع؟ يا قوي انت يا قوي. طب وانت تختار مين يا باشا؟ انا ما اقدرش اختار غير واحده بس عشان نهايه العالم ما تبقاش النهارده. والله بتحاسب على الكحه. انت مش غريب. ليه بتهزر؟ اسمع مني انا بعاني. انت مش غريب والله يا ابني. يا ابني انا مش غريب بس الناس دي غرب يعني ما ينفعش يعرفوا اللي بيحصل. انا ما اعرفش. انت لو تشوف الالم اللي انا فيه بس والله تلاقيك زيي بس مكسوف تقول والله. وانا مش زيك قوي يعني خد بالك. انا يعني شدت حيلي شويه يعني خد بالك. مش انا بس ما تفكرنيش بالمايك. ما كل الناس دي كده ومكسوفه والله. ما هم بيطلبوا طلبات غريبه قوي والله. طلبات؟ بص انا لابس ايه عشان بروح بالليل بجبنه ولانشون. والله جبنه رومي صح؟ جبنه رومي ولانشون كل يوم. لو متجوزين قطط مش هيطلبوا كده. مش عارف انا ايه. هروح يا عم عشان ايه؟ هتضرب ومش هينفع قدام الناس. هروح. خش خش. باشا ايه؟ ايه ده ازاي؟ لا الفن غير الواقع. ما تتدخلش في حياتنا اكتر من كده بعد اذنك. يعني ده فن؟ ده فن. يعني اخدها وادخل جوه؟ لا يا روح امك. تاخرك الكالوس ده والكالوس ده اكتر من كده. ايه مش راجل فنان؟ هتكمل فن؟ لا يا حبيبي. حد مزعلك هنا؟ لا يا قلبي. لا يا قلبي. ايه انتوا هتبوسوا بعض والناس قاعده؟ ما تخش جوه. في ايه الحزن اللي احنا فيه ده؟ ما جبتيش خطيبك ليه بالمره؟ شغل الموكوس. انتوا فاكرين طبعا موكوس عشان في الشغل، هو موكوس عشان خطبها. والله دي ما عايزه الخطيب، دي عايزه محمود الخطيب. مراتك بره. مراتك يا لهوي. هو فاكر نفسه ناموسه ولا ايه؟
دبانه قذره. يبقى نخش بعلبه بيروسول بعد كده. والله هات حبه. هات حبه ايه يا ابني؟ وبلح ايه اللي انت بتقوله ده؟ هات حبه يا هندي، ما انت واخد كله ناحيتك. هو هي بطانيه يا ابني؟ ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوله؟ خلينا مع بعض. ما تبقاش اناني يابا بقى. وبعدين انت جاررني بيها، انا مش شايف اي حاجه من النضاره دي. ده الحمد لله ان هي سبحه واحده. ماشي الحمد لله. يا بقول لك ايه؟ بقول لك ايه يابا؟ ايه؟ انا مش هبيع مخدرات تاني. الله، برافو عليك. يا امال هتعمل فيها ايه؟ هوزعها لله. يا التوبه حلوه، التوبه حلوه قوي. يلا وانا هعمل سبيل هنا. هتعمل كولدير؟ لا، هحط زير كده واحط فيه جوانات كده مرلوله، اللي معدي يشرب على طول. الله عليك يا بابا. الله، بس التوبه قلبه معاك بيهودي، مش عادي، مش طيب عادي. ليه يا او بكار يعني؟ يهودي يا بكار. ايه اللي انت بتقوله؟ مش لافقه معاك صح؟ لا الحمد لله. وايه النضاره دي؟ قلت ليه لابس كده ليه؟ بس لسه خارج من الشيخ جاكسون امبارح والله. الفيلم؟ الفيلم، فاكره ان هو حبايب قلبي. خلاص جبت تذاكر الطيران الى روسيا واتعلمت اللغه الروسي، ورايح ورا منتخب مصر. اتعلمت روسي؟ اتعلمت روسي بجد؟ بقيت اتكلم روسي لبلب بجد؟ لا وربنا. طب ما تقول لنا كلمه كده. انا بقول اهو، بقيت اتكلم روسي لبلب. هي لبلب دي روسي؟ يعني على كده لما امي كانت بتقول لي اسكت لا روسك من لبليبك، ده روسي؟ طمك روسيه يا لا؟ معرفش، كانت بتقول لبليب. بس لبليبك دي روسي فاهم؟ لبليبك ولبلب روسي؟ يعني انت عارف روسي حلو قوي؟ اقول لك لبلب. طب شكرا يعني ايه بالروسي؟ شكرا يعني خرشو. ايه ده في الحمام دي ولا ايه؟ دي في الشارع. في الشارع عادي امشي اقول لهم خرشو في الشارع؟ هي دي اللغه الروسي. يا سلام. والله. طب عفوا يعني ايه؟ شد السيفنو. انت عبيط يلا. شكرا خرشوي. شد السيفنو. عفوا صح، ما فعلا كل ده يتقال. انت رايح روسيا ليه اصلا؟ رايح عشان مصر رايحه كاس العالم. مش هتفيدك بقى الحاجات دي كلها، ولا الروسي ولا مش الروسي. خلاص نهايه العالم قربت وكل حاجه هتبوظ. نهائي كاس العالم ده بيبقى اخر. مفيش نهائي، نهايه العالم خلاص، العالم كله هينتهي. مش نهائي كاس العالم؟ مفيش يا ابني نهائي كاس العالم. انت شارب حاجه. مفيش عالم عشان يبقى ليه كاس. يعني ايه مفيش عالم؟ خلاص العالم هيحطوه في الكاس ويزنقوا عليه ويكبوه على الارض الاثنين. تقتل يالا انت اهو يالا. يا ابني ده انا حاجز الاوتيل باصص كده في روسيا. عارف باصص على ايه؟ على ايه؟ على خالد ابن الوليد. شارع خالد ابن الوليد. وانت رايح تجيب شباشب من روسيا يالا؟ ايه اللي بص على خالد؟ ما تقدر تجيب زلابيا بقى بالمره. ما قالوا لي تاخد الفندق اللي على شاطئ النخيل. قلت لهم لا. لا ابن الوليد احلى بيبقى في زحمه. انت عبيط. ما فيش في راسي خالد ابن الوليد ولا مش عارف ايه، ما فيش الكلام ده. طب خلاص عموما احنا مالناش دعوه، ما يروح ولا ما يروح. يا ابني انا رايح كاس العالم خلاص. ما فيش يا سيدي كاس عالم. انت عبيط يا اللي ياما هتقوم. ياما هتقوم ازاي؟ ومصر؟ مصر مالها؟ وكاس العالم؟ كاس العالم مفيش حد هينزل. ازاي يا البلن اتلغى؟ مشيته محمد صلاح. انت عبيط يالا. مفيش البلن ده مش موجود خلاص، مش هيبقى موجود بعد يومين. طب ما يخلوا نهايه العالم دي بعد كاس العالم. هم مين يا باشا؟ هو مسلسل يالا، هو مسلسل هيخلوه السنه الجايه. ثانيه واحده بترد عليه. مين يابا اللي يخلوه؟ اللي ماسكين العالم. مين اللي ماسكين؟ هو راح بلاي ستيشن ماسكينه. ماسكينه ازاي يا جماعه؟ يعني العالم كله هيتدمر خلاص. طب وروسيا؟ روسيا هتبقى معانا في المجموعه ان شاء الله. في المجموعه بتاعت التدمير هتنزل معانا باذن الله. انت عبيط. مين يالا اللي بيقول لك الاخبار دي؟ الفيفا. فيفي مين دي اللي بتكلمك دي؟ الفيفا. مين فيفي دي؟ مين فيفي دي اللي انت بتقعد معاه وبتقول لك اي كلام؟ يا ابني الفيفا بتاعت الكوره. مفيش الكلام ده يا بابا، ولا كوره ولا اي حاجه. انا بقالي 28 سنه مستنى اشوف مصر في كاس العالم. يوم ما تخش تقول لي نهايه العالم. 28 سنه؟ انت عندك كام سنه؟ 23. طب والخمس سنين الباقيين دول؟ كنت في بطن امي حامل. لا ولا حامل خمس سنين. استهدى بالله كده وافهم يا، مفيش حاجه دي من دي خلاص. روح توب لربنا كده وصلي، ومفيش كاس عالم ما تفكرش في الحاجات دي. لا انا كده اروح بقى اتحاد الكوره اشوف ايه اللي انت بتقوله ده. اتحاد الكوره ده بقى 20,000 جنيه في التذاكر. تقول لي نهايه عالم هيعملوا لك ايه في اتحاد الكوره؟ يشوفوا لي مصر مش هتروح ليه؟ مش يا ابني العالم هينتهي يا عم. اتنقل العيال، انتوا متطهرين ولا ايه الجلابيات؟ ايوه احنا المطهرين هنا، متطهرنا في مصر. لا حول ولا قوه الا بالله. لا تعالى بقى نروح لمدحت. لا تعالى تعالى معاه في البرنامج. بيقول لك في نيزك هينزل على الارض ولا اي حاجه. نيزك؟ مفيش يا ابني نيزك دي، ما تقولش اي كلام. اعزائي المشاهدين، اعزائي المستمعين، باقي على نهايه العالم
خمس ثواني، اربع ثواني، ثلاث ثواني، ثانيتين، ثانية واحدة بس. وقعت الشيشة يا معلم. ايه الدماغ دي؟ تشرب والدخان يطلع من وراك. ايه ده؟ ايه الدماغ دي؟ حشيشة جامدة أوي. أنا أول مرة أشرب. ياه. اسمها إيه الحشيشة دي؟ اسمها نهاية العالم. هي دي نهاية العالم؟ لا، دي الاستفة نهاية العالم. ده وريتني نهاية العالم. بجد يا معلم؟ اه ده أنا شفت حاجات ياض. شفتني في نهاية العالم؟ ما أنا شفتش. إيه ده؟ يعني مفيش حاجة اسمها نهاية العالم وكله بالحشيش ومصر هتروح كأس العالم؟ أنت عرفت منين هو اللي شرب؟ ما السيناريو أهو يا حمار، ما عارف كل حاجة يا حمار. جرايا جرجس فيه. أمال إيه يا بيه؟ أيوة أنا هنخش كأس العالم يا جرجس. وساعدنا كأس العالم. وساعدنا.